لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للنص السمائي الأول للوحدة الرابعة تحت عنوان عملية التصنيع، يتم صنع أغلب المنتوجات التي نستهلكها ومعالجتها بواسطة الآلات في المصانع، ومع مرور الزمن وظهور الحاسوب تميز التقدم الصناعي بالدقة وكثرة الإنتاج. حاليا يتم التصنيع باستخدام الآلات المتطورة، فهي تسمح بالإنتاج المستمر للسلع بتكلفة منخفضة. إن السلع هي القسم الظاهر من عملية التصنيع، ولكن هناك أقسام غير ظاهرة، منها أقسام التصميم والمبيعات وتنظيم العمل، إذ ينبغي أن يكون المنتوج مطابقا للتصميم الصحيح ويباع للزبناء بالسعر المناسب، وإلا قل الإقبال على اقتنائه. كما ينبغي أن تتناسب أجور العمال مع ما يقومون به، وأن تكون ظروف عملهم جيدة حتى لا تقع الخلافات ويتضرر الإنتاج. لكي تتم عملية التصنيع بنجاح، يجب أن تكون منظمة، وتختلف طريقة التنظيم حسب حجم المقاولات. ففي الشركات الصغيرة التي تشغل عددا قليلا من العمال، يتولى صاحب الشركة مسؤولية كل شيء، من تنظيم علاقات العمل إلى تصميم إلى التسويق، بينما في الشركات الكبيرة يشارك فريق من المديرين في التسيير، إذ يتولى كل مدير مسؤولية تنظيم أحد الأقسام، فيكون لقسم المبيعات مدير كما لقسم التسويق مدير وهكذا. بعد التصنيع يتم فحص السلع أو تجريبها، ويتم سحب السلع التي لا توافق التصميم، وهذا ما يسمى مراقبة الجودة. في الأخير يتم تلفيف أو تعليب السلع ووضعها في المخازن لتصير جاهزة للتوزيع حسب طلبات الزبناء. لم تحدث الآلات تغييرا في الصناعة فقط، بل غيرت حياة الناس أيضا، فقد صار العديد من الناس يهاجرون من القرى نحو المدن للعمل في المصانع، وما كان مجتمعا قرويا تحول إلى مجتمع صناعي.